Derbigom, des solutions innovantes pour le bâtiment. أنا تقابلنا مرة أخرى في شانتي آخر في دار المروج. نعرف إلي الحومة هذه حومتك. قلت لي الحومة دافين مرة هذايا كاسح صاحبي كاسح عندنا فضيلة. دونك عندك جمعة كما تعرف عندك بيدجي معين حكينا فيه ما لازمش تفوتوا يا رانا. بيان سور. أي قول لي كيفاش قلبك كيفاش وأنت باش تخدم دار وفي حومتك وجماعة حومتك يتفرجوا عليك والفامي والناس الكل. والله احساس غريب على الاخر سورتو رجعت للحومه اللي عشت فيها واللي سكنت فيها وكل شيء دونك ديفي ان شاء الله نكون في المستوى كما العاده ان شاء الله من هذا دونك خليت لب من لي مزور الكل عديت لي كوموند نتاعي كيما متفاهمين كالعاده لو بيجي اللي متفاهمين فيه هذاك هو ان شاء الله تطلع دار كيما يحبوا الناس الكل كيما يحبوا عليها وكل عاده ان شاء الله دار المروج كانت كيماك بالنسبة للدار الثالثة كانت دار عم حسين في حي ابن خلدون. عسلامة عم حسين مرحبا تفضل عيشة بحذية عسلامة أنا مروة من برنامج ستارتيكو يتشرف يعيشك عم حسين كلموك إيكيب وقالوا لك رانا جايين باش نشوفوا الدار باهي جاو بحذاك هما ديجا وأنا اليوم زدت جيت بحذاك باش نشوف الدار مرة أخرى ما يسالش يتشرف بوخت يعيشك نجمو ندخلوا نشوفوا الدار تبعوني عايشك دار تقريب العمر نتاعها 60 سنة وكانت الوضعية متاحة أكثر من كارثية. الدار اتكفل بإعادة تهيئتها المهندس المعماري عماد بن رمضان. آخر دار باش نشوفوها في حلقتنا اليوم هي دار المحمدية. دار اتكفلت بها المهندسة المعمارية أمل النويجي. شنو قولك في الإطار متاع الدار؟ والله بون تتسمى فما مينيموم نجمو نخدمو نجم تخدمو عليه وي باهي شنو هي المشاكل اللي لقيتهم من بكري وانت تعمل في دوره وتسفي راسك مين يسهل وتشوف قلت لي شنو المشاكل اللي ما لقيتهمش
جوستومون نجمك انا نلطفهالك امل شويه بون كيما اي دار فما ميتونشيتي فما شوا دي كولور نتاع البانتور يسر دي مودي نقول حاجه فوالا ميساج دي مودي اما الخدمه هذه كوبي تري دي مودي لي زيسباس بيان سور تحسهم نقصين شويه خدمه سورتو في الديكوراسيون فوالا معناها هذا هو من المشاكل الأخرى الموجودة أنه مدام لطيفة عندها زوز بنيات كما قلت لك من بكري في اللاف بنوتة ترقد فوق الفرش وبنية ترقد في القاعة دونك لازم تلقى محل سورتو في بيت البنات زوز يقرأ كيف لازم تلقى محل خاطر هما عندهم بيرو واحد دونك واحدة تقرأ على البيرو الثانية معناتها فوالا سينون فرحانة برشا اللي تعرفت عليك يا عايشك مش مازلت تعمل بحذية توا برا خذ قياساتك ودنيتك وامورك كل يوم تلقاني بحذيك على فكرة في الشانتي هنايا الدار أول ما تخملها كانت في الوضعية هذه أربعة ديار مختلفين وأربعة تحديات تحطوا قدام المهندسين اللي تكفلوا بإعادة الديار هذوما. كل واحد حط الأفكار متاعه وكل واحد حاول أنه يبدل من الديار هذوم زعمة أنا والمهندس اللي نجح أكثر في أنه يقنع المشاهدين ويقنع أفراد العائلة. هذا اللي باش نشوفوه في بقية الحلقة.